انا واحد من الناس عمري في حياتي ما كنت في اتحاد طلبة، عمري ما دخلت انتخابات، يعني بالنسبة لي الحياة السياسية كانت مجموعة من التظاهرات والقصائد والشحططة في الشوارع والجري خلف المعتقلين، يعني ممارسة العمل السياسي المنظم بمنتهى الأمانة أنا عمري ما مارسته. هي دي الحقيقة. فين هو؟ كان في أحزاب؟ كان في أي حاجة؟ كان في أي حاجة جد؟ كلها تمثيليات، مجموعة تمثيليات. وإحنا كل دورنا ككومبارس، مش ككومبارس حتى، كجمهور، إن إحنا نشوش على الناس اللي على المسرح على أمل إن المتفرجين يعرفوا إن ده كذب. النهاردة إنتوا على المسرح. النهاردة في حركة طلابية في مصر ستسقط انقلاب عسكري على جدور رقبته بإذن الله. هؤلاء الشباب إحنا عندنا كتير نقدمه لهم، علشان كمان كم سنة أبقى أنا متطوع في حملة رئاسية لواحد منهم، وأبقى انا فخور ان انا في يوم من الايام كنت واقف مع العيال دي اللي هم زعمة دلوقتي، اللي هم زعمة يعني كمان 10 سنين هم. ما هي الزعامة بتتخلق ازاي؟ انا كتبت على تويتر للي متابعيني انه العيال اللي عمالة تترمي في السجن دي والبنات اللي عمالين يترموا في السجن دي خدمة لمصر. هكذا يلم الشمل، وهكذا تخلق الزعامات، وهكذا تولد التضحيات، وهكذا يعرف الناس الحق من الباطل. فإذا كنا ما قدرناش نعمل كيانات، وارد عشان غلطنا، وارد عشان احنا غير مؤهلين نعمل كيانات، وارد. يعني في النهاية انا الكيان اللي شاركت فيه كان مثلا حاجة زي حملة البرادعي، وكان مليء بالأخطاء. يعني طبعا احنا بنتحجج بالظروف الامنية، وهي حجج حقيقية يعني، لكن هل كان ممكن نتصرف احسن من كده؟ طبعا وارد. فالتجربة باخطائها ومشاكلها موجودة بين ايديكم، والظروف اللي انتوا عايشين فيها وبتغيروا فيها هتفرض عليكم ان انتوا تستفيدوا من الاخطاء والحفر اللي احنا وقعنا فيها، وحيبقى العيب الوحيد عليكم ان انتوا تقعوا في نفس الاخطاء.